شرم الشيخ مدينة خضراء، عنوان أصبح يتردد كثيراً في المحافل الإعلامية والسياسية، ليس فقط لقرب عقد مؤتمر المناخ كوب 27 نوفمبر 2022، ولكن أيضاً للحفاظ على سمعة درة المدن المصرية مدينة شرم الشيخ. لذا عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة حملت نفس العنوان شرم الشيخ مدينة خضراء، لكون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حلقة الوصل بين المواطنين والمسؤولين. بيهمنا دايما يعني قضايا البلدنا وازاي نجعد لها حلول، وازاي نشتغل على ايه الارضيه المشتركه اللي نبني عليها، ايه القواسم المشتركه اللي هنبني عليها علشان نخلي البلد في احسن حال. لم تغفر التنسيقيه في ورشتها مراعاه الخصوصيه الثقافيه للمدن والمجتمعات، وسعت للوصول لحلول تحقق التكامل والتواصل بين المؤسسات المختلفه داخل مدينه شرم الشيخ. كان الهدف من اللقاءات مع المسؤولين ان احنا نعود عليهم توصيات او السياسات اللي احنا قدمناها من ناحيه، ومن ناحيه تانية ان احنا نعرف منهم اكتر، فيبقى عندنا مخزون كويس نقدر ان احنا نستخدمه بعد كده في اصداراتنا وفي لقاءاتنا اللي احنا ابتدينا نعملها بدايه من الاسبوع الماضي. الورشه ناقشت ايضا بالمحاذاه للبعد البيئي، البعد السلوكي والاجتماعي والاخلاقي، تاكيدا منها ان تلك الابعاد مكون مهم للمدن الصديقه للبيئه.